الاعمال اللي جايب موقع حاليا اعمال فينيشينج النهاءات، اعمال تغليف الواجهه بالحلان، اعمال بياض بالجص، ايضا عندنا اعمال تسطيح، وعندنا اعمال تأسيسات الكهربائيه والى اخره من الاعمال، وايضا تأسيسات الصحيه، تغليف بالسيراميك للصحيات. دخلتم منظومه الاطفاء؟ الصراحه منظومه الاطفاء هي منظومه حديثه تشمل منظومه اطفاء الحريق، منظومه انذار الحريق. نعم، ضمن المواصفات العالميه الامريكيه، مضخات وحوض خزان وانابيب توزيع صناديق قابله للكسر وخراطيم مياه، يعني ان شاء الله ما نحتاجها، ولكن هي من باب صراحه بعد فاجعه الحمدانيه ارتئينا انه تكون هذه المنظومه لحفاظ على سلامه المنشأ والعاملين والعاملين في المبنى. كل طابق به اربع كتل صراحه، اي كل كتله من البناء اربع كتل، كل كتله بها ما لا يقل عن صندوق واحد اللي مسافه 25 30 متر الخرطوم. الاعمال الكهربائيه شبكه الانترنت صراحه قدمنا بها امر غيار، ان شاء الله نحصلها الموافقه من الصندوق، ان شاء الله ما يبخلون علينا. اعمال كهربائيه موجوده ضمن الكشف صراحه. نعم، كل ضمن المواصفات، السمنت، اي ماده تدخل موقع الكاشي الى اخره، ناخذها الى مختبر مكتب استشاري جامعه التقنيه الشماليه، تفحص، تجي الموافقه عن مطابقه المواصفات نشتغله، غير مطابقه المواصفات نبدلها بماده اخرى ان شاء الله. استغلال المشروع، المشروع راح يكون هو بنايه للكليه التقنيه الاداريه التابعه للجامعه التقنيه الشماليه. تمويل من صندوق الاعمار المتضرره من العمليات الارهابيه، صراحه هي في بغداد تابعه لمجلس الوزراء، وعندنا فرع بنين وهنا دوم متابعين معنا، استاذ سالم العثمان والشباب الموجودين معنا وما يقصر. نسبه انجاز المشروع حاليا 72-73% تقريبا. مشروع ماشي على قدم وساق. كان من المفترض ينتهي 20/3/2023، صراحة بسبب بعض المعوقات اللي هي من ضمنها تأخر بالأمر الغيار، وعندنا أيضا توقفات بسبب الأمطار صراحة هالسنة، يعني كثير أوقات، وإن شاء الله عندنا أمر غيار نوافقون عليه إن شاء الله جديد، اللي هو يشمل ساحات وقوف سيارات، مخزن للبناية، ومجمع متكامل إن شاء الله. بصراحة متعاونين معنا صندوق إعمار فرع نينوى، وأيضا في بغداد متعاونين معنا، وان شاء الله يكون صرح علمي يخدم ابنائنا ابناء محافظتنا للخدمات العلميه والاستشاريه والاكاديميه.